يا صباح الخير ويا صباح الجمال على جميع مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النهار، وحلقة جديدة من برنامج صورة وبصمة. وحشتونا جدا جدا جدا، وخلونا في البداية أرحب بزميلتي الجميلة نجلاء الناجي. صباح الخير يا نجلاء. صباح السعادة يا مونيكا، وحشتيني. أنا كل أسبوع يعني خلاص ما ينفعش الكلام ده، وعلى مشاهدينا، حبيبتي ويا رب كده الحلقة تعجبهم النهاردة. حبيبتي، كل يوم بنصحى على ترند جديد، هاي. آخرهم شيرين وحسام والمشاكل التي لا تنتهي. ايه رايك؟ والله انا شايفه ان يعني شبكات التواصل الاجتماعي دي قنبله كل يوم تنفجر في بيوتنا، ده حقيقي، بالذات للمشاهير اللي احنا بنحبهم. يعني مين مش بيحب شيرين؟ فعلا فالاوضاع اللي بتحصل دي بجد احنا مستائين جدا. يعني انا شايفه اللجان الالكترونيه دي لو بتركز في شغل معين زي الترندات اللي ملهاش لازمه دي، بجد هتحقق رقم قياسي في النجاح. ده حقيقي. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان ما فيش بيت ما بيتخانقش، كلنا بنتخانق، بس طبعا ما فيش راجل ما بيتخانقش مثلا مع مراته، عادي وطبيعي. بس هم علشان يعني فنانين وعليهم الضوء، فطبيعي اللي بيحصل ده دلوقتي. بس وجهة نظري ان احنا نستغل السوشيال ميديا بطريقه ايجابيه، نهدي الموضوع، لان في ناس بتستغل الموضوع ده بطريقه سلبيه. هما انت يمكن احنا قبل الحلقه لما كنا بندردش قلتي لي في ناس بتبقى ده اكل عيشهم. لما بقول لك ليه نحط حياتهم مشاع والاسرار الزوجيه، قلتي لي يا نجلة ده بيكون اكل عيش في الموضوع ده. ده حقيقي، يعني في ناس يا جماعه بتحب ان هي عارفه تصطاد في المايه العكره زي ما بيقولوا كده، مستنيين اللي اللقطه عشان يطلعوا ده بلاش المصحة. منه. ايوه ده يعني حقيقي. حاجه زي برضو علي غزلان وفرح وفرح شعبان. يعني انا كنت بحب الكابل ده، ناس قصه حب جميله جميله ورومانسيه وكل حاجه، بس ده يعلمنا ان مفيش حد بيفضل في حياه حد فترات طويله. الله اعلم، ممكن يقعد معاك لحد الاخر زي ما احنا بنقول كده. فاكره قبل الحلقه بقول لك ايه؟ ما نبنيش حياتنا على شخص. ايوه، ادوا مسافه يا جماعه، ادوا لا مسافه، يقولوا الشخص ده ممكن معقدين. يمشي في يوم من الايام. لا يقولوا علينا معقدين. ده حقيقي. لا بس ايه ده؟ ده حقيقه والله العظيم. عارفه لما الشخص كده يدي الناس اللي هو ايه المساحه والمسافه، ان البني ادم ده ممكن يمشي في يوم من الايام ما بيتصدمش، او صح. ممكن يكون بيتصدم نهيئ بس مش نفسنا نفس على كده صدمته. نرتب، ايه يعني اول مثلا من يبقى فيه في حياتنا حد، مثلا مش شرط علاقه ارتباط، يعني اي حد في العمل في اي حاجه، نبقى عاملين حسابنا ان هو ممكن يمشي فجاه عشان ما نتوجعش. ده حقيقي، خدي بالك، هو ده نقول مفيد جدا للمشاهدين والله، والله العظيم خدوا مهم القرار ده. جدا. انا عارفه اللي هو ايه، الصدمه ما بتبقاش بنفس قوه الصدمه وانت حاطه امالك على الشخص ده واستحاله يمشي ويسيبني صح وهو كده، وهو من بعد الطوفان والكلام ده كله. بحبه ماما. يلا نروح الفاصل ده. يلا. الفاصل بتاعنا النهارده جانب رياضي وجانب تعليمي. معانا رئيس نادي ووكيل كليه التربيه الرياضيه، ومعانا حد كده الثانويه العامه. ربنا معاكي، يلا ابدأي. كل بتوع الثانويه العامه ويستنوا الحلقه دي. ان شاء الله. يلا فاصل وراجعين على طول ان شاء الله. ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل بفقرة جديدة ومميزة. حبينا نفتح ملف الثانوية العامة للمرحلة اللي بتحدد مستقبل الآلاف من الشباب في الثانوية العامة. تعتبر من أكتر المراحل ضغطاً وتحدياً في حياة أي طالب، مش بس للطلاب لكن كمان للأهالي اللي بيشاركوا أولادهم في كل خطوة. معانا النهارده ضيف مميز، استاذ الفيزياء الكبير مؤمن السيد علي حسن، اللي هيشاركنا ان شاء الله النهارده بخبرته اللي هتساعد الطلبه واولياء الامور ان هم يعدوا المرحله دي بنجاح ان شاء الله باذن الله. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، نورتني. أهلا. اول سؤال معايا، انا عايز اعرف ازاي انصح اولياء الامور والاولاد ان هم يعدوا الضغط بتاع الثانويه العامه. طبعا احنا عارفين ان الثانويه العامه دي بتبقى رعب في كل بيت. تكلم الام، مساء الخير يا فندم، لا اقفل انا عندي ثانويه عامه، انا مش فاضيه دلوقتي، بيعملوا فيها كده، تقول لهم ايه؟ هي الثانويه العامه طبعا مرحله في حياتنا، بس مش هي حياتنا. يعني احنا لو احنا هنتكلم كاولياء امور، واحنا بنربي، احنا وظيفتنا ان احنا بنأهل ابنائنا ان هم في كل مرحله يبقوا ناجحين. فالنجاح مش مرتبط بدرجات، انا يهمني كل مرحله انا بدخل فيها اطلع ناجح ومجتهد فيها. فانا بجتهد في الثانويه العامه دي المرحله اللي انا فيها دلوقتي، زي ما انا بجتهد في شغلي،
انا وظيفتي مثلا مدرس، فانا بجتهد في شغلي علشان اوصل لمرتبه معينه، او علشان ده دوري ان انا اجتهد لاقصى درجه ممكنه. فانا كطالب برضو لما اوصل لمرحله الثانويه العامه، انا في الفتره دي مطلوب مني الاجتهاد. النتيجه بقى والامتحانات هتيجي صعبه ولا سهله، انا هدخل ايه، انا كل المطلوب منك في الفتره دي انك تجتهد اقصى اجتهاد ممكن، تعمل اللي عليك زي ما بنقول يعني، اللي انت تقعد تذاكر وتدي المذاكره حقها طبعا يعني. بالظبط كده. وانا كولي امر انا بس باهل ان انت منين ما تخش في مرحله في حياتك تجتهد فيها لاقصى درجه ممكنه، اللي انت دورك كاب او ام ان انت تشجع. بالظبط، صح كده. انما النتائج طبعا احنا مش هنقدر نحط ضغط على الطلبه ان انت لازم تحقق لي النتيجه المعينه. انا بس كل اللي انا طالبه منك اجتهادك. انا طول ما انا شايفك عملت اللي عليك خلاص. ده حقيقي. طب انا بشوف يعني الطلاب بتتعب جدا وبتذاكر وبيطلع عينها، وشفنا كده مؤخرا على السوشيال ميديا اهالي بتقعد تملي اولادها الاجابات بتاعه الاسئله، وبياخدوا مجهود ناس تانية يمكن تكون تعبت وذاكرت وعملت مجهود. ايه رايك في الكلام ده؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله، يعني احنا مش عايزين نربط الدرجات بالنجاح. يعني انت غشيت وجبت درجه طب ودخلت كليه الطب، اوعى تفتكر ان اللي غش ده هيطلع دكتور ناجح. مش كل الدكاتره ناجحين. اللي هم عملوا مجهود بجد، اللي هم ابذلوا مجهود فعلا وذاكروا وفهموا الدنيا ماشيه ازاي عشان يطلعوا لنا مثلا في الاخر دكتور مثلا ناجح ومتميز. بالظبط كده. احنا دايما نقول للطلبه مش دايما اجتهادك لازم تلاقيه في نفس المرحله. يعني مش دايما انا دلوقتي اجتهدت في الثانويه العامه وعايز كليه معينه ونفسي فيها، بس ما جاتليش الكليه دي وجات لي كليه ثانيه. طب هل اجتهادي اللي انا اجتهدته في الثانويه العامه ده راح؟ بالعكس، هو ممكن يكون ربنا موجهك لمجال انت هتطلع فيه انجح بكتير. فيعني لما اجي اتكلم مثلا طبيب فاشل ولا محامي ناجح؟ محامي ناجح. طبعا أكيد. ممكن طالب مثلا يجيب كليه طب بس يخش ما يبقاش طبيب مميز، يبقى عادي جدا ومش متشاف. ولو هنقول اقل تنسيق مثلا كليه حقوق، ممكن طالب يخش كليه حقوق ويطلع وكيل نيابه. وعلى فكرة دي حاجة حصلت معانا شخصيا يعني. ده حقيقي. أنا كنت في ثانوية عامة، يعني اللي قاعد جنبي في التخت والله. أنا كنت جايب 94% ودخلت كلية علوم، يعني كلية كويسة. ما شاء الله. وهو كان قاعد جنبي وبيذاكر أكتر مني. وجاب 72%. يعني ودخل حقوق. طب ده بيرجع ان شاء الله يعني انا قابلته في يوم من الايام وكيل نيابه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. افضل بكتير. بس ربنا ما ضيعش برضه الاجتهاد اللي هو اجتهده، وربنا وداه في السكه افضل من اللي هو كان عايزها. فمش بالضروره يظهر في نفس المرحله يعني. بس عايزه اقول لك حاجه برضو، ان ساعات الاباء والامهات بيرغموا الطالب ان هو يدخل مثلا كليه معينه زي كليه الطب. هو مش عايز يخش طب، هو شايف مثلا نفسه ان هو هندسه مثلا اكتر لايقه معاه اكتر او ماشيه معاه اكتر، او يعرف يتعامل في حاجه بيحبها هيدرسها. ما طيب؟ دي رساله بقى لاولياء الامور يعني. مش بالضروره ان يبقى المجال اللي انا هخش فيه يبقى للواجهه الاجتماعيه. مهم جدا ان ابنائكم يشتغلوا الحاجه اللي هم بيحبوها. انا طول ما انا بعمل الحاجه اللي انا بحبها انا هطلع مبدع فيها. ده حقيقي. ولو انا داخل حاجه يا دوب تقضيه واجب كده، يعني الموضوع هيبقى يعني هبقى مش متشاف، هبقى بني ادم عادي. واكيد انتوا حابين اولادكم في المستقبل تبقى شخصيات ناجحه، كلنا ده. حلو. فلازم يعني نزرع الثقافه دي من اولها. ده حقيقي فعلا. فده مهم جدا طبعا. ده حقيقي. طب قول لي ايه هي الزتونه مثلا اللي المفروض يتبعها الطالب وقت الامتحان عشان يلم المنهج بكل سهوله؟ هو طبعا يعني لازم تتبع ارشادات مدرسك اللي انت ماشي معاه. هو عارف كويس منهجه عامل ازاي، وهو اكثر خبره منك. انت كطالب خبرتك في ثانويه عامه صفر. دي اول سنه لينا في ثانويه عامه، انا ما بقاليش 10 سنين كطالب في ثانويه عامه. فيعني احنا بننصح دايما اتبع ارشادات مدرسك، لان دايما مدرسك ما بيقولكش رايه الشخصي. هو بيقول لك خبرات الدفعات اللي قبلك، خلي بالك الدفعات اللي قبلك غلطوا في ايه وما عملوش ايه واعمل كذا وما تعملش كذا. ساعات الطالب شويه بينحاز لانه يروح لسكه دماغه هو او رايه الشخصي في الموضوع او طريقته هو في المذاكره. فلا، اسمع كلام مدرسك في دي بالذات في الفترات اللي هي القصيره، اللي هي ليالي الامتحان ما بين كل ماده وماده، 3 ايام 4 ايام، هعمل فيهم ايه؟ زي ما المدرس يقول لك اعمل. فدي اهم نقطه. طبعا في حاجات تانية فيما يخص تنظيم الوقت، اكيد احنا أيوة كمدرسين بنتكلم. دي بقى نقطه مهمه. قولي النصايح مثلا اللي انا اقدر انصح بيها مثلا الطالب عشان ينظم وقته مثلا عشان يعرف يلم المنهج بسهوله. هي نقطه مهمه، لو احنا بنتكلم من بدايه الدراسه مهم جدا تبقى بتعرف تلخص يعني الجزئيه اللي انا خلصتها
ألخصها، بحيث لما تيجي في ليالي الامتحان أنت بتسحب ملخصاتك اللي أنت عملتها بإيدك طول السنة. لو أنا يعني هو مثلا بيقرأ درس معين وياخد الخلاصة بتاعت الدرس ده مثلا في الجزء ده عايز يقول إيه، وأنا كطالب بإيدي اللي ملخصها، فاللي أنا كاتبه بإيدي عمري ما هنساه. غير لما الكلام بيعدي على عيني كل شوية، ويا جماعة المذاكرة بالورقة والقلم أرجوكوا، المذاكرة بالورقة والقلم، الكلام اللي بيعدي على العين ده بيعدي بسرعة. يعني أنا لو قلت لك في مقالة كده في جورنال أو مجلة اقراها بعينك وبعد ما تقفل المجلة قولها لي تاني، هتنسى أجزاء كتير منها. طب لو قلت لك اكتبها وبعد كده قولها لي، هتقولها لي بطلاقة، عشان الورقة والقلم دي كأنك بتكتب في دماغك. فكل ما هي كل واحد بيكتب حاجة بإيده بيفضل فاكرها فعلا، بتفضل معلمة في العقل. سن القلم لما بيعطل في حتة بتتحفر هنا، يعني احنا كبار اهو وفاكرين غلطات لينا من ايام ما كنا في ثانوية عامة، فاكرين غلطات لينا من ايام ما كنا في اعدادية، في حاجات سن القلم واقف عندها، فمهم جدا حتة الكتابة دي واحنا بنذاكر. ده حقيقي بيفرق كتير طبعا. طب انت كنت بتقول ان الطالب من شوية لازم يسمع كلام المدرس بتاعه، صح كده؟ طبعا. انت بتتعامل مع اصعب فئة، فئة الثانوية العامة، خلاص بقى انا خلاص انا بقيت راجل، محدش هينفع ان هو يتحكم فيا، يعني انا كبرت، بتتعامل معاهم ازاي؟ هل بتصاحبهم مثلا، ولا بتتعامل يعني بتتعامل معاك كانك انت المدرس وهو برضو التلميذ؟ هي لا ننكر طبعا ان الثانويه العامه بتيجي في سن صعب، سن كله طاقه مراهقه، انا عايز اعمل حاجات كتير جدا غير الثانويه العامه، عايز انطلق. فاحنا دايما يعني لما بنيجي نبدا مثلا في بدايه السنه، يعني انا بقول للطلبه انا وانتوا شركاء في الماده، يعني نجاحنا من نجاح بعض. فلو انت مش خايف، او احنا ثلاثه شركاء، انا والطالب ولي الامر، فلو انت مش خايف على مجهودك، انت خاف على مجهود ولي امرك، او خاف على مجهود مدرسك، فاحنا الثلاثه بنبقى شركاء في السنه دي. فده مهم جدا، ان على الاقل احنا اهالينا بتستثمر فينا حقيقي في مرحله الثانويه العامه دي، فاكيد بيحطوا الافات مؤلفه. يعني عايزه اقول لك ان يعني في ناس بتصرف والله العظيم، يعني اعرف واحده بتقول انا دفعت 200,000 جنيه بس يعني في الدروس، عشان بيحصل ده حقيقي، يعني فعلا المبلغ بيبقى كبير قوي كده. هو يعني حسب بقى، يعني من لغات العربي هو في الحالتين او في كل الحالات هي لود وحمل على اي بيت. فيعني ده المبدا اللي احنا دايما بنتكلم بيه الطلبه، يعني انا ما ينفعش انا كاب استثماري كله فيك، انا ممكن احرم نفسي من كل شيء علشان انت تطلع احسن مني. كل اب بيبقى عايش عشان يوفر ظروف لابنه ويشوفه في يوم من الايام ظروفه افضل منه. ده حقيقي، كل واحد بيحب ان هو يشوف اولاده بالظبط في حال احسن من اللي هو كان عايش فيه طبعا. انا دايما اقول لهم ان فرحه والدك ووالدتك بنتيجه الثانويه العامه بتبقى اكتر من فرحتك يوم جوازك. ده حقيقي. يعني النظره اللي هتشوفها في عينيهم يوم النتيجه دي مش هتشوفها تاني في حياتك. ده حقيقي. فدي لحظه هتتحفر في، يعني طول عمرك هتفضل فاكرها، وخصوصا كمان في مرحله الثانويه العامه، لان الثانويه العامه دي بتبقى مرحله حاسمه في حياه البني ادم، لكون او لا اكون. البني ادم اصلا اول ما بيسمع النتيجه بتاعته اللي هي اشهد ان لا اله الا الله، الحمد لله انا عديت، يعني عارف يعني بشوف ان الفرحه الحقيقيه بتكون في الثانويه العامه مش في الكليه انا خلاص بقى خلصت بقى ورميت ورا ظهري كل ده، انما الفرحه الحقيقيه فعلا للاب وللام هي الثانويه العامه. هو الفرح طبعا بيجي على قد التعب، يعني ده تعب 11 شهر ارهاق وضغط نفسي وتاثير على مصاريف البيت نفسها، فاكيد انا مستني نتيجه اشوف نتيجه كويسه لل 11 شهر اللي احنا ضغطناهم دول. فكل ما بتعب اكتر ببقى نفسي في نتيجه، ولما بتطلع كويسه اكيد فرحتي بتختلف. واحنا يعني الشعب المصري ثقافه الثانويه العامه عنده اثريه من زمان. يا لهوي مرعبه. هي مرعبه، فكره مرعبه. احنا عندنا ثانويه عامه الحياة. يا لهوي ده حقيقي بالظبط. طب بما ان الفيزياء ماده تقيله، خلينا متفقين، يعني معظمنا ما كانش بيحب لا الكيمياء ولا الفيزياء، انا منهم بصراحه، يعني الصراحه تتقال، ايه الشروط اللي المفروض تكون موجوده في الطالب علشان يحب الماده دي؟ بصوا يا جماعه، يعني هل مثلا الطالب لازم يكون ذكي زياده عن اللزوم، دماغه متفتحه كبيره عشان يقدر يفهم الفيزياء؟ هي معقده. احنا بنسمع من الطلبه كلمه الماده دي صعبه والماده دي سهله، بس يعني يمكن من اولى ثانوي واحنا بنقول لهم، هم لسه بقى داخلين في مرحله الثانويه العامه او الثلاث سنين بتوع الثانويه العامه، بنقول لهم ان فكره صعب وسهل دي يا جماعه مبنيه على درجه اهتمامك. يعني الماده منطقي، الماده اللي انا اهتميت بيها هتبقى سهله، والماده اللي انا ههملها الطبيعي ان هي هتبقى صعبه.
ففكرة صعب وسهل انت اللي بتربيها جوه نفسك حسب اهتمامك. اهتميت كويس لازم هتبقى سهلة. اهملت الموضوع شوية، يعني انا مش حابب دي بتاخد مني وقت في المذاكرة، ده الموضوع بيطول معايا وانا عايز اعمل حاجات تانية كتير، منطقي هتصعب. فانت اللي هتحدد مين صعب ومين سهل، بس طبعا ده على حساب وقت مرحك. فانا ما بقولكش يعني الغي وقت مرحك، بس خلي يومك في كل حاجة. يعني ده ما بيعتمدش في الاول وفي الاخر على نسبة الذكاء بتاعة الطالب. بصي هقول لحضرتك على حاجه، هو في طبعا الاستيعاب، مش عايزين نقول ذكاء، ممكن نقول نسبه الاستيعاب بتاعه الطالب. احنا بنتكلم في المبدا ككل عموما بقى، يعني احنا ما بنتكلمش على مرحله تعليميه معينه طبعًا. احنا بنتكلم في الكل في العموم طبعًا. فالاهتمام يجي من البدايه خالص، من وانا من وابني في ابتدائي في اعدادي ثانوي، فدرجه اهتمامي بكل المواد دي هتخليني ما عنديش مشكله مع اي ماده. في طلبه بتخش علمي وهو يعني مش الطالب الفذ، بس هو متفوق في كل المواد. بيعرف يهتم بكله، بيعرف يوزع وقته، بيعرف يعمل كل حاجه في اليوم. الطالب اللي عنده استمراريه هو ده الطالب اللي بيعرف يوصل. احنا بنشوف طلبه اذكياء جدا وما بتجيبش مجموعه في الثانويه العامه. وبنشوف طلبه مستواها على، يعني لو بنتكلم على الذكاء، ناس عاديه. وبتلاقيهم في الثانويه العامه ما شاء الله اوائل الجمهوريه. فهي الفكره في الاستمراريه. انا بعرف اذاكر يوميا. ما بملش، ما فيش يوم بيعدي مني من غير مذاكرة. أنا بلعب وبذاكر، بنام وبذاكر، يومي دايما جوه المذاكرة. خد بالك برضو هي المذاكرة في الأول وفي الآخر لازم تبقى حب كده من البني آدم إن هو عايز يذاكر. يعني أنا بحب المذاكرة مش عشان هي فرض عليا، لا عشان أنا بحب أذاكر. أو ينفع ناخدها حتى لو أنا ما بحبش أذاكر، يعني من واقع إحساسي بالمسؤولية. يعني أنا لو جيت قلت لك مثلا في أب أو رب أسرة ما بيشتغلش خالص وعنده بيت وعنده أولاد وعنده زوجة وهو ما بيشتغلش قاعد في البيت، هتقول عليه إيه؟ هتقول عليه كلام كتير وحش طبعا. ليه ما بيشتغلش؟ ما بيأديش دوره اليومي. دورك أنا فهنا في الثانوية العامة ده دوري اليومي، قارن دي بدي فحس بالمسؤولية شوية. ده حقيقي. يومك لو عدى من غير مذاكرة ده شبه الأب كده اللي عدى يومه ما اشتغلش وما صرفش على أولاده. فلو نقارن دي بدي لازم برضو يبقى عندنا يعني نربي في أولادنا إن أنت عليك مسؤولية ومسؤوليتك نفسك. ايوه. ففي الفتره دي انا شغلي اليومي انا بذاكر وعندي اوقات راحه وعندي اجازات، بس عندي شغل يومي، عندي مسؤوليه. خلاص انا كبرت وبقيت في مرحله ينفع اشيل المسؤوليه دي. كويس جدا. طيب قبل الامتحان كلنا، يعني كلنا عدينا على المرحله دي، تحس ان انت ايه ابتدى بقى قلبك ده ابتدى يدق جامد، انا قلقان، انا داخل على الامتحان دلوقتي، انا حاسس ان انا مش هعرف احل، انا حاسس ان انا نسيت. حته نسيت دي بقى يا جماعه والله العظيم انا عانيت منها سنين، يعني فاهم اللي هو كنت فاكراها، انا كنت لسه حافظاها من شويه، مجرد ما اشوف السؤال في وشي حاسس ان انا ايه ده مش فاكره اي حاجه. ازاي اقدر اتغلب على حته التوتر او الخوف اللي بيجي لي قبل الامتحان؟ ما هو التوتر والخوف هيكون من ايه؟ ما هو التوتر والخوف هيكون مثلا بسبب انا خايف الامتحان يجي صعب، او انا خايف النتيجه تطلع وحشه. فانت محدش بيطالبك بالنتيجه خالص، يعني النتيجه دي بتاعت ربنا. انت مش هتتلام سواء الامتحان جه صعب او سهل، اللوم مش عليك، مش انت اللي حاطط الامتحان. فانا ما ينفعش الومك على النتيجه هتطلع عامله ازاي، ما ينفعش الومك الامتحان صعب ولا سهل، بس انا ينفع الومك على مجهودك. فكل اللي مطلوب منك انك تعمل اقصى مجهود عندك لحد باب اللجنه بس. النتيجه جه الامتحان صعب، ما هو صعب على الكل، فانا مش هلومك ان الامتحان جه صعب. مش انت اللي حاطط الامتحان. النتيجه هتطلع عامله ازاي طول ما انا شايفك بتعمل مجهود لحد اخر لحظه، انا عمري ما هلومك على النتيجه. عايز اقول لكم انا جبت مجموعه عاليه في الثانويه العامه، والله لحد اللحظه دي او لحد الايام اللي احنا فيها دي، بص انا كبرت وتخرجت واشتغلت والحمد لله حققت نجاحات في حياتي. لسه والدتي لحد النهارده بتقول لي انت كان ينفع تجيب مجموع اكتر في الثانويه العامه. يا نهار ابيض، انا اعرف ناس كده يا لهوي. عارفه لا خد بالك الموضوع ده محبط جدا، محبط جدا جدا لناس كتيره قوي. يعني ممكن يكون ولد ذاكر وحاسس ان هو مثلا جاب 97%، بابا ازاي ما جبتش 99.9 من 10؟ ازاي يعني الموضوع ده؟ المبدا احنا بنتكلم في فكره المجهود. يعني هي كانت شايفاني وانا في ثانويه عامه انا جبت مجموع كويس، بس هي كانت شايفاني لا كان في مجهود اكتر كان ينفع تعمله وانت ما عملتوش. طب لو انا كنت جبت اقصى ما عندي وكنت جبت مجموع اقل من كده مش هتلومني عليه. فانت نفس الموضوع، يعني ما تتوترش، ما تخافش، مطلوب منك بس تجتهد. اي نتيجه هتلاقي اهلك راضيين طول ما هم شايفينك عملت اللي عليك. وانت شعورك الداخلي برضو دي مهمه، تبقى داخل الامتحان انا
ما كانش ينفع في حاجه تتعمل كان ينفع تتعمل وانا ما عملتهاش، انا عملت كل حاجه. هو لطيف كمان في الموضوع ان هم ممكن يتمرنوا على الامتحانات او يهيئوا نفسهم في جو الامتحانات، يحلوا دايما امتحانات قبل ال... ما هو اكيد ده بيحصل، بس حته التوتر دي احنا ما يعني ما نقدرش ننزعها غير نفسيا. انا بحس دايما هو عارف عايش نفسك الاجواء، انا دلوقتي داخل على امتحان وعارف عايش نفسك الحاله كده عشان لما تيجي تصطدم بالواقع ما تتخضش من الاخر يعني. هي ما بتبقاش زي رهبه الامتحانات برضه، هو داخل اللجنه بيشوف عربيات شرطه وبيشوف اللي هو كل ده عشان هنا، اكيد الموضوع ليه رهبته. ده حقيقي. بس الحته الوحيده اللي اتخلصنا من الرهبه دي زي ما قلت لحضراتكم كده، انا يعني ضميري الداخلي كده انا راضي جدا عن ادائي وعن مجهودي. ده حقيقي. بس طيب قول لي دور الاب والام لدعم الطالب نفسيا المفروض يعملوا ايه؟ هو زي ما قلت لحضرتك يعني احنا كاولياء امور في العموم لازم يبقى عندنا ثقافه يا جماعه ان احنا بنأهل. أنا عايز أعلم ابني إن هو يبقى ناجح في كل مرحلة في حياته. إنه يعرف يجتهد ويؤدي في أي مرحلة في حياته. مش بالضرورة طبعًا يعني ما ينفعش أحاسبه على النتيجة، ده يعني ما ينفعش هو بيذاكر أقول له ده أنت ما ينفعش ما تجيبش مجموع السنة دي. يعني دي حتة سلبية مش إيجابية. أنت يا ريت ما نقارنش أولادنا بحد، لأن إحنا ربنا خلقنا مختلفين فرديًا. دايمًا كل واحد موهوب في حتة معينة. مش بالضرورة الحتة اللي ابنك موهوب فيها يكون ابن خالته موهوب في نفس الحتة. مش شرط خالص. ممكن ابن خالته ده يطلع طبيب وهو ناجح كطبيب، بس ابنك هيطلع محامي ناجح جدا وأنجح. فياريت بلاش حتة المقارنات دي خالص، تبقى صعبة وتبقى أصلا يعني نفسية للطالب مش حلوة. طبعا. يعني أصلا هي مش منافسة، مش موضوع منافسة. أنا عايزة أكون حاجة لنفسي أنا، مش عشان أكون زي حد أو شبه حد. بالظبط. صح كده؟ اكيد طبعا. اوكي استاذ مؤمن، بجد يعني انا مبسوطه بوجودك معايا النهارده. انا اللي اتشرفت بحضرتك. وعايزه منك نصايح سريعه كده نقولها للطلبه قبل ما نختم الفقره. رقم واحد، بننام بدري وبنصحى بدري. بننام بدري وبنصحى بدري. رقم اتنين، قبل اللجنه بخمس دقائق ما بنمسكش حاجه، ما بنبصش في حاجه. قبل اللجنه بخمس دقائق انا يعني بحاول اعيش اجواء الامتحان، بحيث اول ما استلم الورقه انا بدات احل على طول. لو سمحتوا يا جماعه لما تيجوا تستلموا الورق ما تقعدش تفر في الورق كتير، لانك ممكن وانت بتفر في الورق لمحت سؤال في الاخر يفضل معلق معاك يشغلك لما تيجي تبدا الامتحان، فتغلط في اسئله انت عارفها على ما توصل له. فانا ما بحلش او ما ببصش على السؤال الثاني في ورقه الاسئله غير لما اخلص السؤال الاول. لقيت نفسي مش عارف السؤال الاول او عطلان فيه شويه، علمت عليه ما ركنتش جنبه كتير ونقلت على الاسئله اللي وراها. فبلاش حته الفر في الورق دي، لان ده بياخد من وقتك. الوقت اللي انت هتفر فيه الورق ده يعني انت اولى بيه في نهايه اللجنه علشان تراجع. فدي نقطه مهمه جدا، حته النوم زي ما قلت لكم قبل اللجنه. ونقطه كمان اخيره مهمه، يا ريت يا جماعه بعد ما اخلص الامتحان ما اطلعش اقف مع اصحابي عشان ما يرجعش معاهم بقى الاسئله بقى والكلام ده كله. يعرف هو الوحيد في اليوم هو الامتحان، فمنطقي هنتكلم فيه، لازم هتيجي سيرته. فده الحدث الوحيد، فوارد سؤال زميلي حله كذا وانا حليته كذا. حصل بقى خلاص. يعني انت حليته وهو حل، ممكن تكون انت اجابتك اللي صح وهو اللي غلط، فيعني ما يحطوش نفسهم برضو ايه في ال. وبعدين كل ماده 46 سؤال وفي مواد اكتر زي العربي مثلا في 46 سؤال، انا مش فاكر انا حليت ايه وما حليتش ايه. فوارد يعني ده يشغلني وياخد من وقت الماده اللي وراها. بلاش ده خالص، بلاش بعد ما نروح نطلع الاله ونقعد نحسب درجاتنا والكلام ده كله. بشكرك جدا يا استاذ مؤمن، منورتني بجد. شكرا. وكانت حلقه حلوه جدا بوجود حضرتك معايا النهارده. الله يخليك، متشكر جدا. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، قبل ما اختم معاكم النهارده الفقره عايز اقول لكم ان انا معايا تقرير مهم جدا نقلا عن شركه ايفا فارما. اعلنت شركه ايفا فارما الرائده في مجال الصناعات الدوائيه موافقه هيئه الدواء المصريه على استخدام باراسيلينت، دواء الذي تنتجه الشركه لعلاج مرض الثعلبه المتسبب في تساقط الشعر. وخلال مؤتمر صحفي عقدته شركة إيفا فارما أكد أساتذة الأمراض الجلدية أن هذا الدواء يؤخذ بشكل أقراص للبالغين لعلاج الحالات الحادة من مرض الثعلبة. أسيبكم مع التقرير ونرجع لكم تاني مع الفقرة التانية مع زميلتي الجميلة نجلاء الناجي.
حظا أسعد لأن أنتوا بتشوفوا اكتشاف أو اختراع أو نزول دواء قعدنا سنين نستناه، سنين كتيرة قوي قعدنا عندنا وهم أو منتخيل وهم أو نفسنا نشوف دواء جديد يعالج العيال الغلابة أو الناس الغلابة. الثعلبة والثعلبة بأنواعها كلها، ثعلبة الحواجب، ثعلبة الشعر، ثعلبة الدقن، ثعلبة اللي في الجسم، بارسيميا 4 ميلي جرام، نو مور ألوبيشيا إرياتا اللي هي الثعلبة، نو مور بقى إكزيما تأتبية ولا جفاف جلد. هو ده أكتر حاجة كسبناها، يبقى دواء جديد بيعالج الثعلبة، الرموش اللي كانت طايرة. احنا في المؤتمر الصحفي اللي بتقيمه شركة ايفا، علشان طبعا احنا حاليا بنشهد حدث مهم جدا جدا علمي، بنقدر نخدم به قطاع كبير جدا من المرضى اللي احنا ما كناش بنعرف نعالجهم قبل كده، وهم مرضى الثعلبة المناعية ومرضى الإكزيما التأتبية. اي مرض مناعي بتبقى مشكلته ان هو ليه كورس ممتد او ليه فترة ممتدة. النهاردة في الفرصة الجميلة دي أنا عايز أشكر شركة إيفا علشان تقدر توفرت لنا دواء باراسيمينت اللي هو دواء يعتبر جاك إنهيبيتر، وده يعتبر دواء ثورة في علاج مرض الثعلبة. مرض الثعلبة هو مرض مزمن بيصيب الأطفال وبيصيب برضو الكبار، بس بيصيب أساسا الأطفال، ولما بيصيب الأطفال بيعمل شعرهم كله بيبقاش موجود، وده بيسبب لهم مآسي نفسية كبيرة. مرض الثعلبة هو مرض مزمن، فالحمد لله بوجود في السوق المصري دواء باراسيمينت اللي هو جينيريك للدواء الأصلي. احنا النهاردة موجودين في مؤتمر شرم ديرما، واحد من أهم مؤتمرات المتخصصة في الأمراض الجلدية، عشان نعلن عن توافر دواء مهم جدا سد في الحقيقة احتياج مرضى مهمين هم مرضى الثعلبة. إيفا فارما ليها دور مهم جدا في توفير الأدوية باستمرار، وده لأنه واحد من أهم الحاجات اللي بتحصل في إيفا فارما هي توطين الصناعة. توطين الصناعة يعني نحرص على أنه الدواء يصنع على الأراضي المصرية جوه مصانع إيفا فارما، فنضمن استمرارية توافر الدواء، وده من الحاجات اللي بتفرق كتير مع المرضى، خصوصا مرضى الأمراض المناعية، لأن المرضى دول لازم يكونوا بياخدوا أدويتهم باستمرار، خصوصا المريض اللي بنتكلم عليه النهاردة مريض الثعلبة. كل الحاجات دي الحمد لله ساعد الباراسيمينت انه يحل المشاكل دي علشان توفره طبعا بعد ما اخذ الموافقات اللازمه من كل الجهات الرقابيه. عايزه اعرف الفاعليه النهارده وحرصك على وجودك النهارده. النهارده احنا موجودين في نادي المنيب عشان خاطر افتتاح الملعب للوزاره قامت بيه. بالنسبه لنا دكتور اشرف صبحي اخ لينا، بيبقى عارف اهميه افتتاح الملاعب ووجودها للشباب، بيبقى عارف ان ده بيخليهم يطلعوا الطاقه اللي جواهم، ما يلجؤوش لطرق زي المخدرات او الحاجات النفسيه اللي بتاذيهم. دي حاجه من الحاجات اللي احنا بندافع عنها مع الوزاره دايما في النوادي وفي مراكز الشباب، وبصراحه دكتور اشرف صبحي قائم عليها. وبما ان النهارده هو جاي وده اول لقاء نشوفه بعد تجديد الصيغه، الف مبروك. فالمفروض نقول له الف مبروك كلنا، لان هو بجد اب للاطفال كلهم واخ للشباب،
واحنا طول ما احنا معاه دايما بندعمه وبنشجعه ودايما في ظهر بعض ان احنا نقوم بكل واجباتنا ناحيه النوادي ومراكز الشباب. دكتور اشرف صبحي بيروح كل مراكز الشباب وكل النوادي ايا كان المكان ايه، بصراحه الراجل ما بيتاخرش، دي حاجه احنا شايفينها والناس كلها شايفاها، احنا معاه وبنتابعه وبنشوفه، جايب مدربين على اعلى كفاءه، مدربين فعلا بيدربوا الاطفال والشباب على مستوى، عشان كده هو بيطلع ابطال وعشان كده احنا دايما واقفين في ظهره معاه وبندعمه. يعني بصرف النظر هو فين، بس هو فعلا بادئ بالاطفال من سن صغير فبيطلعهم على مبادئ وعلى حب الرياضه وفعلا بيحط فيهم اسس ومبادئ. انت لما تتكلمي مع الشباب او مع الاطفال هتحسي فعلا ان هم جواهم حاجات حلوه اتربوا عليها في النادي هنا. طبعا النائبة مهتاب عبد الهادي يشهد لها بتاريخها الخدمي خلال السنين اللي فاتت وده أمر ملحوظ للجميع. حضرتك شايفة الخطة اللي جاية في تبني الشباب والبراعم اللي موجودة، أنا شايفة كوادر كتير يمكن القمر هتحصد إنجازات وتكريمات كتير، شايفة حضرتك الخطة المقبلة هتبقى فيها إيه الرؤية بتاعت حضرتك؟ هو الاهتمام بالشباب عموما اذا كانوا اولاد او بنات فدي الاستراتيجيه الوطنيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، من ناحيتنا احنا في المجلس بنهتم بكل القضايا بتاعتهم في كل مكان مش في الرياضه بس، لكن احنا بنهتم بيهم لان ده ملف مهم جدا، الشباب اكتر من 60% من المجتمع فاحنا بنهتم ان هم يطلعوا باعلى كفاءه، يلاقوا كل الحاجات تلبيه احتياجاتهم، يلاقوا كل الحاجات اللي محتاجينها موجوده، يلاقوا مساعدات مننا احنا كنواب، واحنا كنواب نازلين بنمثل الشباب دايما بنبقى في ظهرهم. يعني اي حد بيحتاج اي حاجه من الشباب لما بيلجا لاي نائب كبير او صغير بجد هو فعلا بيكون في ظهره لان هو بيبقى حاسس ان هو عايز يعمل مجهود ان هو يكون في مكان احسن، فدايما هنفضل في ظهرهم. قبل اي كل حاجه انا حابب اشكر الدكتور اشرف صبحي لان مش مصدق اصلا ان هو هيجي المنيب او منطقه شعبيه زي المنيب ويجي يفتتح ملعب خماسي. بجد اللي بيحصل في الرياضه المصريه ده تطور جامد جدا 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 وبيرفع من الروح المعنويه عندنا. يعني احنا النادي واولاد النادي وكل اللي في النادي يعني عندنا حاله انبساط لينا 5 ايام من ساعه ما عرفنا ان سياده الوزير هينزل المنيب ويفتتح الملعب الخماسي. احنا كانت حته ارض فاضيه ما كانش فيه حاجه خالص في النادي. النهارده ولله الحمد موجود عندنا مبنى اداري، موجود عندنا ملعب العاب فرديه، موجود عندنا قاعه افراح، موجود عندنا ملعب خماسي على اعلى مستوى. كل الشكر والتقدير ليك معالي وزير الشباب، بجد اهل ثقه وتستحق الاستمرار في الوزاره واكتر من كده ربنا. مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا ضيف قدير جدا قدر انه ينجح في مجالات كتيرة قوي، انه هو يكون رجل تربوي لانه هو وكيل كلية التربية الرياضية جامعة حلوان وفي نفس الوقت هو رئيس لنادي 6 اكتوبر الدكتور عبد اللطيف صبحي. اهلا بيك. اهلا وسهلا زي حضرتك، نورت صورة وبصمة. اشكرك ربنا يخليك. والله الواحد بيبقى فخور بكوادر كتير جدا بتقدر ان هي تعمل دمج بين الهدف التعليمي والرياضي. يعني احنا لو حصرنا شبابنا في هذا النطاق بجد هيبقى في كوادر شابة كبيرة جدا في المجتمع. اكيد طبعا زي ما حضرتك قلت كده شباب مصر بخير على فكرة، وشباب مصر طاقات كبيرة جدا، مش بس على فكرة في مصر، يعني انت بصي كده على شباب مصر في كل الدول يعني المحيطة سواء كانت عربية وغير عربية تلاقي شباب مصر فارض نفسه بكثافة في اماكن كتير جدا. فالحمد لله رب العالمين، يعني
خصوصا ان مصر اليومين دول خصوصا بعد توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام بشباب مصر الموضوع مختلف. احنا طبعا يعني بنهني نفسنا وبنهني حضراتكم على تجديد الثقه لمعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، بجد يعني من الوزراء اللي فعلا احنا بنتشرف بيهم. طبعا انا يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس اكون يعني مش عارف اقول ايه في الحته دي. شهاده مجروحه. مجروحه يعني ان دكتور اشرف استاذي وقدوه ومثل بالنسبه لي على المستوى الشخصي، وان أيوه. طبعا يشرفني هو درس لي يعني. ايوه يعني قلت مره كده، قلت ان الدكتور اشرف صبحي من وجهه نظري ايوه يعني من افضل الشباب والرياضه اللي مسكوا كوزير شباب ورياضه في مصر سابقا يعني، واللي هيجي من بعده هيتعب، انه ما شاء الله مجهود جبار، ذو علم ذو خبره، ربنا سبحانه وتعالى اداله مهارات غير طبيعيه يعني، عنده قبول شديد جدا، ده حقيقي. بيحب يخش في المشاكل، وده صعب جدا، بتلاقي مسؤول سياسي يعني ممكن تلاقي مشكله بره شويه يعني بيخترقها عشان يحلها، عشان يحاول يعمل استقرار للرياضه المصريه، وهو ناجح كبير جدا. هو فعلا دكتور اشرف شعله نشاط يعني، في التقرير اللي احنا هنعرضه على حضراتهم يعني تغطيه، هو خلاص حلف اليمين، لقينا جوله رهيبه جدا من ميت عقبة لترسانة لنادي الطلبية لنادي الكوم الأخضر للمنيب في وقت زمني وبدقة، جولة كبيرة في محافظة الجيزة بتقنية عالية طبعا بصحبة محافظ الجيزة الدكتور عادل النجار ووكيل الوزارة الأستاذ أحمد الوكيل. بجد احنا بنفتخر بالناس دي وبنفتخر بالنشاط الملحوظ، لدرجة يعني في لقاءات في التقرير ان الناس ما كانتش مصدقة ان الوزير او المحافظ هيكون في المناطق الشعبية دي. فايه رأي حضرتك في الجولات دي من وجهة نظرك بقى كرئيس نادي؟ يعني طبعا المواطن دائما وابدا هو شاف المسؤول قاعد على الكرسي. يعني فترة كبيرة جدا من المجتمع المصري هتلاقي المسؤول لو اترشحت في مجلس نواب او حتى على مستوى النادي يقول لك انتوا هنشوفكم يوم الانتخابات او هنشوفكم فتره مش هنشوفكم تاني. فلما المسؤول ينزل في فتره يعني او حلف اليمين نزل للشارع مش مستوعب او مش متعود على ده فعلا. فالشعب المصري يعني احنا من خلال حضرتك طبعا بنناشد جميع المسؤولين في جافه قطاعاتهم ان هم يبداوا ينزلوا للناس صح. يسمعوا للناس، يحس بالناس عشان يعرف يجمع معلومات عشان يعرف ياخد قرار. بيدي دعم كمان معنوي قوي جدا لرئيس النادي وللعيبه طبعا طبعا يعني انا حاسسها في النادي عندي لما بنزل اسمع الناس يعني اولا بتعمل ثقه كبيره جدا بيني وبين الناس، بيحسوا ان المسؤول ده مش قاعد في برج عاجي، ده نازل في وسط الناس سامع مشاكلهم، ده بينعكس علي انا على اتخاذ القرار على طول، فبداوا يخططوا تخطيط علمي سليم مع الاتحادات الرياضيه. ودكتور اشرف لما اشتغل ما اشتغلش على طوكيو، ما تشتغلش على باريس، اشتغل على لوس انجلوس 28 ايوه، فبالتالي كون مجموعتين من العمل، مجموعه شغاله لاولمبياد باريس أيوه. ان شاء الله يبقى نرجع الله. بالميداليات وبيشتغل مع الاعظم والاكبر اللي هي تخطيط 8 سنين بقى لوس انجلوس 2028. نرجع تاني النهارده في مشروع الموهبه والبطل الاولمبي مشروع طبعا بيركز جدا على اللعيبه اللي طبعا انت عندك بتختار ازاي، تبدأي ببطولات المناطق ثم الجمهورية. أنا كنت لسه هسأل حضرتك كيف يعني المعايير اللي بتتحدد على اختيار لاعب المشروع القومي؟ طبعا هي معايير إنجاز، معايير طبعا هناك مقاييس علمية للاختيارات أيه. وإنجازات ميدانية. المقاييس العلمية الأجهزة طبعا، أنت مثلا لعيب ألعاب قوة يبقى عندك قياسات جسمية اختيار وتنبؤ وزن معين بالظبط والتنبؤ مستقبلي طبعا ده شق طبعا في الاختيارات. المقاييس احنا بنسميها الانستروبومتريه اللي هي المقاييس الجسميه لكل رياضه على حد، العاب القوه غير كره القدم غير السله غير رفع الاثقال غير الكلام ده كله، فده هذا معيار اساسي في الاختيارات. اثنين معايير ميدانيه انجازات بقى الانجازات أيوه. طبعا لعيب على مستوى المنطقه خد اول على مستوى الجمهوريه خد اول وكسر ومثلا كسر رقم مصر، يخش بطولات عرب يخش بطولات افريقيه طول ما انت شغال في الاطار ده وانت طبعا عينك على ايه؟ عينك على ارقام معينه في منافسات خارجيه الصفوه يعني مثلا بتشوف اوروبا وصلت فين؟ افريقيا وصلت فين؟ الرقم بتاع ال 50 حره سباحه راح فين؟ فانت ماشي بتتبع، فبيتم اختياراتك على هذا المعيار وهذا السياق.
فبالتالي طبعا الاختيارات اللاعبين بيتم بناء على مقاييس انجاز لعيبه على مستوى وتتبعيه وايضا اجهزه جسميه. والجديد بقى اللي دخل المعايير النفسيه النهارده ان وزاره الرياضه مهمه جدا طبعا، واللجنه العلميه في وزاره الرياضه بداوا يعملوا تاهيل لمعدين نفسيين مصريين عشان يتعاملوا مع اللعيب، وناجحه جدا جدا جدا. يبقى اذا المعايير الاختيارات بتكون في اكثر من معيار. المعيار الاصعب مين اللي هيدرب الكابتن ده بقى او اللاعب ده، اللي هي دراسه نفسيه اللاعب طبعا دي ده شك. لا المعيار الجديد بقى مين المدرب اللي هيدرب البطل ده. فاذا برضه في معايير لاختيار المدربين والاجهزه الفنيه تتعامل مع اللعيب دوت. ايوه مش اي حد. فالاطار العلمي ده انا بقول لحضرتك مصر ان شاء الله في اعتاب لوس انجلوس 28 هتكون مصر ان شاء الله في ترتيبها في السياق ممكن توصل في العشر الاوائل ان شاء الله. ليه؟ دايما المركز العاشر والتاسع والثامن في الاولمبياد بيحصل من 7 لـ8 ميداليات ذهب. فمصر انا بقول لحضرتك بالمستوى ده احنا ممكن نبقى من اول 10 دول في العالم في سنه 28 في لوس انجلوس 28. شايف حضرتك الدور اللي بتقوم بيه الانديه بقى مع المشروع القومي، احنا عايزين نعرف الدور اللي بيقوموا بيه بحيث ان يبقى في افاده للاعب، هو بيستفاد، هل المشروع القومي حاجه والنادي حاجه ولا في تعاون مشترك وبيبقى اللاعب بينتمي للنادي والمشروع القومي في نفس الوقت؟ بص حضرتك حاجة، خلينا نأكد على النقطة هنا وهديكي سبق. النقطة اللي بأكد عليها هنا للأسف مفيش ربط، هو الأساس الأندية في اللعب. الأساس أنا الأندية. أنا السؤال ده يعني بيلح ليا شخصيا. الأساس الأندية. تمام. الأساس اللعب في نادي، الأهلي، الزمالك بيبذل قصارى جهده في الأندية، ثم الاتحادات بتاخد أفضل اللعيبة في الأندية. تمام. عشان تابع المنتخبات ثم بيطلع بقى المشروع القومي. لكن أنا عايز وزارة الرياضة هنا بقى إيه؟ تهتم ترجع بقى للترس الاول والعنصر الاول للانديه. تيجي تقول مثلا نادي زي نادي 6 اكتوبر عندي. أيوة. انت ايه اهم الالعاب المميزه في مثلا نادي اكتوبر؟ هقول مثلا لعبه التايكوندو، الخماسي الحديث، العاب القوه، والدراجات، 4 العاب خلاص. يا نادي اكتوبر انا هوفر لك كل الدعم بكل الاجهزه الفنيه في الاربع العاب ديت. حلو الكلام كده تبدا. تمام. نادي مثلا طبعا الاهلي والزمالك على جنب ان هم مميزين في كثير من الالعاب. نادي زي نادي سموحه انت مهتم بايه؟ بلعب كذا وكذا. فتيجي الدوله ممثله في وزاره الرياضه مع الاتحاد الرياضي تبص على الانديه المميزه في ايه. حلو قوي ده. تبدا بقى نرجع للاول ان احنا نشوف كل نادي بيتميز بلعبه معينه وادعمه وابدا ادعمه لوجيستي ودعم اجهزه فنيه وادعم ونشوف ازاي نجيب سبونسر ورعاه للكلام ده كله. يبقى انت ايه عرفت الانديه دي مميزه في ايه، سهل جدا تختار افضل العناصر في الانديه دي. ايه الصفقه بقى؟ انا اول يعني انا خلاص بدشن المشروع البطل الاولمبي في نادي اكتوبر ان انا جمعت افضل اللعيبه عندي في 4 5 العاب اولمبيه عشان العب يعني اكون مفرخه للاتحادات وللدوله في لوس انجلوس 28 بالظبط. وجبت لهم سبونسر في 4 5 العاب زي العاب القوه عندي ناس كاس رقم مصر، التايكوندو عندي تلعب بطوله العالم، الخماسي الحديث عندي ابطال عرب وابطال افريقيا، الدراجات عندي ابطال افريقيا، والهاند بول عندي 3 4 لعيبه في منتخب مصر. فالخمس العاب دي انا بدخلهم المفرخه دي عشان نادي اكتوبر يوصل في لوس انجلوس لايه؟ يمثل يعني نادي اكتوبر يبقى عنده لعيبه ممثله في لوس انجلوس. اخد من كلام حضرتك بقى انا عايز اعرف بقى الانجازات او المميزات اللي بالتحديد موجوده في نادي 6 اكتوبر انت شايفها من وجهه نظرك طفره او تطور قمت بيه. يعني انا شايفاك بترصد العاب يعني قويه عندك، فانا عايزه بقى اعرف التفاصيل اكتر كرياضيا يعني. طبعا نادي اكتوبر نادي كبير، نادي اكتوبر فيه 200,000 عضو، نادي اكتوبر فيه عندي 4,000 رياضي. نادي معنى كده انت مش بتخدم 6 اكتوبر بس يعني طبعا المنطقه طبعا يعني ليها دور مجتمعي. ايوه بنخدم كل يعني المنطقه المحيطه بالكامل. ايوه فزي ما حضرتك كده احنا دلوقتي ايه تركيزنا كله، انا في نادي اكتوبر ماشي على شقين، شق الممارسه العامه تطبيق النص الماده 84 من الدستور ان الممارسه العامه الرياضه للجميع يعني للجميع. وابدا ان انا هدشن الاسبوعين دول 20,000 عضو يمارسوا رياضه صحه عشان الحس صح ان زي ما قال فخامه الرئيس الرياضه امن قومي بالظبط. ده شق هيوزع لي قاعده الممارسه اعرف اختار فرق رياضيه. مظبوط. الشق الثاني اللي هو شق المنافسه. انا جبت اجهزه فنيه السنه دي في النادي من اكبر الاجهزه الفنيه تقريبا جبت مدربين منتخب مصر في بعض الالعاب وخصوصا الالعاب اللي بقول لحضرتك عليها دي. ايوه بدات تنتقي العناصر اللي بقول لحضرتك عليها دي عشان المشروع ده.
عشان مشروع البطل الاولمبي. بدات جبت سبونسر للنادي في بعض القطاعات كره القدم، ان انا بقى دلوقتي اطلع عايز اطلع كره قدم يلعب دوري الممتاز بس من غير مصرف على جنيه من خزينه النادي. فجبت له سبونسر وراعي. انت بتفكر خارج الصندوق الانديه كلها خلي بالك في مصر ما عدا النادي الاهلي تقريبا عنده مشاكل في عنده مشاكل في الميزانيات. بالزبط. طب انت عشان تصرف في فريق اول من خزينه النادي يبقى انت لو ما قدرتهاش بوعي هتدمر النادي. صح. وفي كمان يا دكتور في ناس كتير قوي ما عندها ثقافه الاهتمام بالالعاب الفرديه، يعني احنا برضو عايزين نغير الثقافه، كله بيهتم بالالعاب الجماعيه وكره القدم، لكن انك تهتم بالالعاب الفرديه ده في حد ذاته حاجه كويسه جدا. ده كلام حضرتك صحيح جدا 100%. بس طبعا انت عارف ايه كره القدم لعبه جماهيريه شئنا ام ابينا. لو في ماتش العاب قوه شغال وحرس الحدود بيلعب بس هي مدعومه، لو حرس الحدود بيلعب مثلا الاولمبي هتلاقي ناس بتروح تتفرج على حرس بتلعب الاولمبي وهتسيب الالعاب القوه وانت ممكن تلاقي بطل ده بطل اولمبي. ايوه بس حقيقي الالعاب الفرديه فعلا ثقافة. في ناس كتير حققت العاب في يعني بطولات كبيره جدا. دي ثقافه. دي ثقافه شعب. لكن احنا وزاره الرياضه بتعمل ايه بقى؟ ايه بتعمل سبوت على الالعاب الشهيده دي. بتعمل سبوت على اللعيبه المميزه دي عشان تقدر من خلال المشروع القومي للموهبه الرياضيه. فهنا برضو وهنا برضو دور الاعلام في هذا السياق، ان الاعلام المصري لازم يلعب هذا الدور انه يبدا سبوتات بس قويه، ما يبقاش ما يبقاش البرامج. ركزي معايا في الحته دي مهمه جدا. انا مش عارف بتكلم كلام يعني المشاهد هيشوفه ازاي، بس انا بقول الكلام اللي طالع مني دلوقتي. يعني ما يبقاش البرامج في الوقت المميز طالع على كره القدم، ما الطبيعي الناس هتبقى. لكن لازم يختار اوقات مميزه ونجوم الاعلام يتكلموا على الالعاب الشهيده دي، يتكلموا عشان الناس ثقافه المجتمع تتغير شويه. مع الدوله، مع شويه اعلانات في الشوارع، مع ان الابطال الرياضيين موجوده في الشارع قدام عين الناس، عشان ثقافه يعني دلوقتي ثقافه شعب عشان تتغير. بالظبط. فبس محتاجه شويه وقت. ايوه. ما هو اكيد هتتغير طول ما في احنا بنتكلم والاعلام بيتكلم وسيادتك بتتكلم، اكيد فيها هيبقى في تغيير. انا اتمنى. طيب بالنسبه للمشروع القومي هو اكيد في تغيير، بدليل ان انا بستضيفك واحنا بنتكلم اهو. صح ولا لا؟ طبعا احنا بنبدا اهو من صوره وبصمه. بالظبط. الفكره دلوقتي عايزين نعرف المشروع القومي بيتم تمويله عن طريق هل يعني تبرعات من الوزاره، يعني دعم من الوزاره عفوا، هل من الانديه؟ ازاي بيتم دعم المشروع القومي بدليل ان في ابطال كتير بتسافر فدي بتكلف ماديات كتير؟ بص حضرتك يعني انا بتكلم برضو في اطار يعني حد علمي. يعني لعلمي انا يعني. أيوة. ان انا مش هقول لك حاجه، انا ان انا مش فرد من ضمن منظومه وزاره الرياضه حاليا، ان دي منظومه تحت قياده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي. بس انا هكلمك بفكر الدكتور اشرف صبحي. أيوة. اللي بيدرسهولي هو استاذك انت متاثر بيه جدا. بفكر الدكتور اشرف صبحي اللي هو درسهولي واللي هو طول الوقت انا شايفه بيتكلم بيه. أيوة. دكتور اشرف على حد كبير جدا، واعتقد ده سبب رئيسي في استمراره في الوزاره، ان هو بيحاول ما يرهقش ميزانيه وزاره الشباب والرياضه. فبيحاول يجيب سبونسر كتير جدا للولاد دول. الانديه زي ما حضرتك بتطبق في النادي. بالظبط. ما هو انا بتعلم الفكر ده من دكتور اشرف ومن دكتور كمال درويش. فبحاول اطبقه. دكتور كمال درويش عمل ده في نادي الزمالك لما كان رئيسه. مظبوط. فاحنا بنحاول نطبق اللي اتعلمناه، وده طبيعي جدا. صح. يعني اساتذه الجامعه ما ينفعش استاذ جامعه يعلم وما يعرفش يطبق، دي مصيبه. صح. تبقى مصيبه يعني. تبقى مصيبه يعني. فاحنا اللي بنتعلمه بنحاول نطبقه. الدكتور اشرف طول الوقت طبعا الانديه ما لهاش علاقه خالص بالمشروع القومي ولا بتصرف عليه اي حاجه. ده بالعكس، ده اللعيبه دي بتاخد من الانديه وبتروح. ودي نقطه فيها علامه استفهام شويه، ان يعني لازم يبقى ليها معالجه من وزاره الرياضه. ان انا باخد اللعيبه المميزه بعيده عن الانديه، ان اللعيبه دي مش متسجله في الانديه، دي لعيبه بتتعمل لها حضانه تبع وزاره الرياضه. بعيد عن الانديه، فلازم لها علاج. الموضوع ده لازم له علاج عشان اللعيبه لما يمشي بالمنتخب هيروح فين. فلازم النقطه دي بس لازم عليها علامه استفهام ولا علاج. فالدكتور اشرف طول الوقت مثلا متعاقد مثلا اللعيبه دي في شركات تنميه موارد او استثمار، زي شركه اسمها شركه رابط مثلا، بتاخد اللعيبه دي تصرف عليها، بتجيب لها سبونسر تصرف عليها. فغالبيه اللعيبه دي كلها بالسبونسر. ايوه. وبياخدوا مرتبات وبياخدوا مكافئات ومرتبات اجهزه فنيه، ففي ارقام كبيره جدا بتحط. فده الدكتور اشرف فكره من خارج الصندوق، ويجيب سبونسر
للمشروع ده عشان يستمر ويكمل. ان ده يبقى ارهاق شديد جدا ان انت بتربيه سنه ولا سنتين معك. انت بتربي لعيب 8 سنين، احسب بقى تكلفه اللعيب ده، مرتبات وتغذيه واكل وشرب واقامه في المركز الاولمبي والكلام ده كله. الفلوس دي هتجيب منين؟ لو الدوله بس هتصرف هتبقى ارهاق كبير جدا وتعمل عجز في ميزانيات الدوله. لكن دكتور اشرف اذا كان بيصرف جزء من ميزانيه الدوله فالجزء الاكبر من الاستثمار وتنميه الموارد من شركات الاستثمار والرعاة. دكتور يعني عبد اللطيف صبحي، بجد انا سعيده جدا بحلقه النهارده وبكمل المعلومات اللي حضرتك ضفتها لينا، وبجد بجد يعني اتمنى لقاء سيادتك مره ثانيه، وبشكر مشاهديني على المتابعه، والى اللقاء حلقه قادمه ان شاء الله.